هو الأمل الذي يضيء في النفوس ويبعث فيها السلام والشوق لمستقبل يحمل لسوريا ميلادا جديدا. ففي زحمة أعياد الميلاد وبرعاية المطران الياس الدبعي متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الملكيين الكاثوليك، تشارك محافظة درعا بهجتها وألقها بمراسم الاحتفال في كنيسة مار الياس في مدينة إزرعبري في درعا الشمالية. درعا كل عمرها أبناء حوران هم شباب النشامة، شباب الغيارة، الشباب اللي بتحب البلد. نحن بضيقة بأزمة، صح، نحن كل الناس بتعترف أنه نحن بأزمة، العالم كله عم يحاصرنا إن كان اقتصاديا أو غير اقتصاديا. الهجمة اللي كانت على سوريا مخيفة. شباب حوران من أحلى الشباب، وحوران أرض معطاءة، أرض خيرة. ميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح، إن شاء الله بنعاد على سوريا بخير، ببركة، بأمن، بأمان. عرض موسيقي لفرقة الكشافة في إزرع وفقرات فنية وغنائية رسمت البسمة على وجوه الأطفال والأهالي مع إضاءة شجرة الميلاد التي تنذر في كل عام بخير يعم أرجاء البلاد. الشعب السوري رغم كل الألم والصعوبات المعيشية والحياة، مصرين نزرع الفرح ومصرين نعيش الفرح ونعيش روح الميلاد. وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف ألف خير. إن شاء الله تنعاد على الجميع بالخير يا رب، تكون سنة خير على الجميع يا رب. كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. نهدي إضاءة الشجرة لسوريا، لبلدنا الحبيب ولقائدنا، والله يحمي جيشنا ويحمي شعبنا. هي الأيام المباركة التي ترفع فيها كل الأماني بولادة تمحو ذكريات الحرب القاسية وترتدي ثوبا ملونا بألوان الحياة من جديد. مرح المقداد، الأخبارية السورية، درعا.